امبارح تابعنا مع حضراتكم بيان لحزب المصريين الأحرار وبيان آخر لحزب المؤتمر بشأن تأييد ودعم ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. النهاردة أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك يأتي استكمالا وفقا لبيان الحزب لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكرا خلال مؤتمر جماهيري انعقد خصيصا لدعم الرئيس بمحافظة المنيا يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الماضي، وذلك تحت عنوان الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. بيضيف الحزب في بيانه أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي بيجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضي أيضا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأ من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة. للمزيد حول هذا البيان بينضم لينا عبر الهاتف اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية. سيادة اللواء برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. استكمالا لما بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات تنموية على كل الأصعدة وفي كل مكان في مصر منذ توليه المسؤولية في 2014، يأتي بيان حزب الحركة الوطنية. تفضل. أحب أعرف سيادتك فقط أن تأييد سيادة الرئيس للترشح ده استكمال لموقف الحزب الرسمي وسبق وأعلننا عنه من مدة كبيرة فوق من 10 يوليو تقريبا. كنا أول ناس في مؤتمر جماهيري كبير في مدينة المنيا وشارك فيه عدد كبير من الناس، وده كان موقف مثبت ومسجل على الصفحة الرسمية للحزب بنفس التاريخ، ونشره عديد من المواقع والوكالات الإخبارية. واحنا تأكدنا وشفنا فعلا يا فندم ده الحصر. وطبعا الإنجازات اللي اتعملت ده وضع طبيعي جدا، ما ان احنا لازم نكمل كل اللي بدأنا، يعني في مشاريع كتيرة جدا اتعملت، فالوجه الوضع الطبيعي لهذا اللي نكملها اللي بدأها، لأنه أكفأ من أي حد ممكن يصل في الوقت الحالي عشان يكمل مشاريع بقى لها أكتر من 10 سنين معمولة. مظبوط. يعني احنا لسه النهاردة بنتكلم عن منطقة توشكا واللي بيتم فيها من إنجازات، وكمان الحوافز لقطاع الصناعة. الفترة اللي جاية الحزب ناوي على ايه؟ احنا اوريدي حاطين خطتنا وكاملة، وهنبدأ في مؤتمرات في محافظات كتيرة، وزي ما بلغت سيادتك ان احنا بدأنا بالمنيا، لكن كل المحافظات هنزورها بنفس القوة وبنفس الوفود، لان احسن حاجة انك تتلاحم، يبقى في تلاحم مع الجماهير، مش هنقعد نطلع بيانات. اكيد طبعا. واحنا لما بدأنا ما حدش جاب سيرتنا، ما زلناش ولا حاجة ولا تفرق عندنا، احنا بنعمل شغلنا. انتوا موجودين معانا النهارده يا فندم. باللي يرضي الضمير يعني. لا شغلنا باللي يرضي، مش لازم ان احنا كل حاجة تعلن، لكن بصراحة أي المشاريع اللي اتعملت والبنية التحتية اللي اتعملت لا يمكن تكمل إلا بوجود نفس من بدأها الوضع في القديم عشان نقدر نكمل. مش معقولة كل فترة هنجيب حد يجدد، واحنا بنبدأ دلوقتي، فلو بنبدأ دلوقتي في مشاريع جديدة طب ازاي ابدأها بعد 6 أشهر مع حد تاني؟ مظبوط. ما حدش يقدر يلحق. وبعدين اي حاجه صعبه في البلد فدي عامه على الجميع، سواء كانت مشاكل اقتصاديه، مش عندنا احنا بس، مشاكل اقتصاديه في كل دول العالم، واكيد هيبقى لها حلول ان شاء الله. ان شاء الله طبعا.
سيادة اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعة.